أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. ارتفع الإنتاج الصناعي في المغرب بنسبة 1.6% خلال الفصل الثاني من سنة 2013 مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2012 حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وتوقعت المنظمة الأممية أن يصل معدل النمو السنوي للإنتاج الصناعي إلى 1.67% سنة 2013 مقابل 1.16% سنة 2012. بالتزامن مع انطلاق الموسم الفلاحي الحالي وفي إطار مخطط المغرب الأخضر، انطلقت يوم أمس بسوق سبت لدن ما بإقليم فقيه بن صالح التابع لجهة تدلى أزلال قافلة المجمع الشريف للفوسفات للحبوب والقطنية. مزيد من التفاصيل ضمن هذه الورقة. بالتزامن مع انطلاق الموسم الفلاحي الحالي وفي إطار مخطط المغرب الأخضر، انطلقت بسوق سبت لدن ما بإقليم الفقيه بن صالح بحر هذا الأسبوع قافلة المجمع الشريف للفوسفات للحبوب والقطنية. القافلة التي تنظم بمبادرة من المجمع الشريف للفوسفات وبشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري وموزعي الأسمدة المحليين، تستهدف الفلاحين الصغار بالمناطق التي تنشط فيها زراعة الحبوب الخريفية بالمملكة من أجل مساعدة على استيعاب نوعية تربة أراضيهم وأكد أفضل الأساليب لتحسين مردودية زراعاتهم من الحبوب. الأهداف الرئيسية ديال هاد القافلة هي يعني الاستعمال معقلا للأسمدة باش الفلاح يمكن يحصل على واحد الإنتاج، واحد المردودية عالية والتحسين يعني ديال الدخل ديال الفلاح الصغير. هي تجي للدعم كذلك المخطط الأخضر اللي يعني تتحرص عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري، وكذلك يعني تتعطي واحد يعني واحد الدفع واحد الدفعة لتطوير الفلاح الصغير بصفة عامة. محمد بن زكري أبرز كذلك أن هذه القافلة تروم تشجيع الفلاحين الصغار على الاستعمال المعقل والرشيد للأسمدة وتحسيسهم للرفع من مستوى الإنتاج بالمنطقة. يعني هناك واحد هذا اليوم كامل تيكون فيه واحد الحصص يعني تحسيسية اللي تيقوموا بها واحد الخبراء واحد الأساتذة معروفين في الميدان اللي تيعطيو دوك الشروحات ويعني والتقنيات اللي ولا بد باش خص الفلاح يقوم بها باش يحصل على واحد الانتاجيه يعني مهمه. وكذلك في كل مرحله تيقوموا واحد عندنا واحد القطع ارضيه اللي تنخدموا مع الفلاحه باش تنواكبوهم من بحال بالنسبه لزراعه الحبوب من الحصاد الى من يعني من الحرث الى الحصاد. ومن المرتقب أن تقوم قافلة المجمع الشريف للفوسفات للحبوب والقطني خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بجولة عبر 12 مرحلة بعد مرحلة سوق سبت لدن، حيث ستحط رحال بأقاليم الصويرة أسفي سيدي بنور ستات خنيفرة الخميسات العرائش سيدي قاسم مولا يعقوب تازة ثم بركان. اللحظة ننتقل إلى مستجدات بورصة الدار البيضاء ونستهلها بالمؤشرات المحلية. بورصة الدار البيضاء وهي سوق المال الوحيد في المغرب وتعد الأولى مغربيا والثالثة على المستوى العربي من حيث القيمة السوقية، أغلقت جلسة الأربعاء على وقع الارتفاع وذلك بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين ماديكس ومازي. مؤشر ماديكس وهو مؤشر يقيس حالة السوق على سبيل المثال الأبناك والعقار أغلق جلسته على 0.23% بمجموع 7010.61 نقطة. ومؤشر مازي وهو مؤشر يشمل كل شركات المدرجة بالبورصة أنهجسته ب 0.23% أي 8632.75 نقطة. بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة في أقوى الارتفاعات، نجد سهم سوناسيد حل أولا بتسجيله زيادة نسبته 5.89% ليرتفع سعر سهم إلى 755 درهم. في المركز الثاني حل سهم سيتيم الذي تحسن بما نسبة
نسبته 5.85%، لينتعش سعر سامي ب 219 درهم. وفي المقابل تصدر سهم ريسما قائمة أقوى الانخفاضات بخسائر بلغت نسبتها 0.76%، ليتراجع سعر سامي ل 224 درهم. في المركز الثاني حل سهم سناب بانخفاض نسبته 0.03%، ليتراجع سعر سامي ل 168 درهم. بهذا نكون وصلنا وإياكم لنهاية النشرة الاقتصادية، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.